السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الحمامة اللي برجل واحدة، الحمامة اللي برجل واحدة يا جماعة، الحمامة دي كان مربوط في رجلها خيط، طلعت لقيتها في رجلها خيط، أهو لقيت في رجلها خيط، شوفوا حضراتكم ورجلها رايحة خالص أهي. الحمامة في رجل برجل واحدة، الحمامة برجل واحدة. الحمامة دي ما شاء الله من أكتر الحمامة عندي إنتاجا. الحمامة دي كانت متعلقة في رجلها خيط، أنا ما شفتوش، فضلت رجلها مدلدلة فترة، بعد كده رجلها اتقطعت بقت برجل واحدة، وما شاء الله هي انتاية، بتبيض كويس وبتبيض بطين وبتطلع البطين ما شاء الله بانتظام. اهو الحمامة يعني ما تستقلش بحاجة، اهم حاجة في الحمامة الانتاج، مش مشكلة ان هي رجلها، لكن هي صحتها سليمة ورجلها ما تمنعهاش من ان هي تبيض وتزقق ولادها وتطلع، وحنينة جدا على ولادها. اهو شوف حضراتكم حطيتها اهو، راحت للبيضة اللي هي بيضاها لسه، بيضة البيضة دي من ساعات قليلة أوي، هي راحت لبيضتها والزغليل بتوعها أهم أهم لسه ما طروش، أنا مطلعهم فوق عشان أصورهم، أبعدهم عنها، أبوهم بيجي يزققهم هما فوق كده زي ما هما كده، هما فوقها على طول أهو زي ما حضراتكم شايفين أهو، هي تحت والزغليل فوقها. حمامة حنينة فما تستقلش بحاجة، دي الحمامة اللي قلت لازم اوريكم الحمامة دي. من فضلك لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.